في الحقيقة موقع اليوم السابع يعني عمل انفراد عظيم جدا وهائل جدا. الموقع نشر رسائل الواتساب المتداولة على الجروبات الخاصة بقنوات الإخوان المعادية لمصر. وبصراحة لما نستعرض مع حضراتكم نصوص المحادثات دي هيتولد عندنا أكيد يقين وثقة إن جماعة الإخوان الإرهابية وقنواتها اللي كل وظيفتها إنها بتعادي مصر بس بيسعوا بكل اجتهاد إلى إشاعة الفوضى وهدم استقرار الوطن والتحريض على العنف. الرسائل اللي احنا بنشوفها دلوقتي واللي نشرها اليوم السابع بتورينا مجموعة من المحادثات ما بين ضابط المخابرات التركي اللي بيدير منصات الإعلام في اسطنبول والقنوات المعادية اللي هناك اللي كل شغلانتها انها بتهاجم مصر بس، الرسائل المتبادلة اللي على الواتساب الخاصة بالعاملين في القنوات الإرهابية وضعت خطة مكونة من 14 خطوة للتحريض على العنف والإرهاب وزعزعة الاستقرار في مصر. بتقول يعني مجمل نصوص الرسائل دي ايه بقى؟ بتقول الرسالة لمدراء المحطات المديرين اللي هناك وبترسل للسادة مقدمي البرامج في تلفزيونات الشرق ومكملين ووطن الليلة إلى جانب طبعا المجموعات اللي بتعمل اللجان الإلكترونية لتسويق برامج المحطات، وبعدين بيسرد ليهم 14 تعليمة للتعامل مع الأحداث كلها، كذب بقى، تضليل على فبركة، على قلب الحقائق الصفصطة اللي احنا متعودين عليها وقلب حقائق الاحتفالية اللي موجودة في الشوارع اللي عندنا. يعني مثلا قالوا لهم يوجهوا انتقادات لاحتفالات نصر اكتوبر ومظاهرات التأييد اللي حصلت النهاردة في معظم محافظات مصر والإيحاء ان في مظاهرات ضد الدولة زي كده. ما حضراتكم معلش تشوفوا معانا الرسائل على الشاشة دلوقتي، وارجع واقول ان لسه الايام اللي جاية فيها حقائق وفيها مواقف كشفة، وده مش جديد عليهم الحقيقة، وبنحاول يوم بعد يوم نوري لحضراتكم قد إيه الناس دي كل هدفها إشاعة الفوضى. ليه بقى؟ لأن إشاعة الفوضى دي في مصر وعدم الاستقرار حاجة واحدة بس، المنفع الوحيد والمباشر ليهم هي إنها أكل عيشهم، هي اللي بتخليهم يأكلوا عيش زي ما قلت كده امبارح مع حضراتكم، أبجني تجدني يا باشا، ده المبدأ. زي ما حضراتكم شايفين حاولنا ان احنا نكبر الخط كمان ونقرب الشاشة اكتر عشان تشوفوا التعليمات اللي جاية من ضابط المخابرات التركي للعاملين في القنوات اللي كل شغلانتها بس ومفتوحة ليل نهار عشان تحارب وتعادي بلدنا. فدي حاجة بسيطة كده وحقيقة جديدة ودليل جديد بيكشف الوش الحقيقي لهؤلاء الصفصطة والخونة واللي بيعادوا مصر. عايزين نسمع وجهة نظر دكتور مختار محي الباحث في الجامعات الإسلامية. دكتور مختار تحياتي لحضرتك. طيب لحين بس ما يعود إلينا مرة تانية دكتور مختار محي الباحث في الجامعات الإسلامية، زي ما قلت لحضراتكم إن ده مش جديد على اللي بيشتغلوا وبيعاونوا القنوات الإخوانية الإرهابية، وزي ما بنقول دايما إن الإرهاب مش إن هو يمسك لك سلاح ده نوع من الأنواع اللي احنا بنشوفه برضو واللي إخواتنا وأهالينا بيحاربوا بكل شجاعة وبسالة في سيناء، الإرهاب ده، لكن في إرهاب فكري، في إرهاب لوعي حضرتك إن هو يضرب لك وعيك ويشككك في الحقائق، الشغل السفسطائي اللي احنا بنتكلم عليه ده زي ما احنا بنشوف كده الدلائل على الشاشة، وده دليل مش جديد ومش بتاع النهاردة بس، لا ده الدلائل اللي احنا بنتكلم فيها من أيام فاتت ولسه مستمرين فيها، لأن زي ما احنا بنقول كده مصر بتخوض حرب وعي ومعركة وعي. فلازم حضرتك كمواطن مصري تعرف الوجه الحقيقي للناس دي ايه،
الوش اللي احنا كشفناه وعرفناه وخضنا معاه ايام كان ما يعلم بيها الا ربنا، ومع ذلك برضو احنا لسه بنشوف وبنكشف اكتر واكتر التعليمات على الشاشة، ونشوف السياق نفسه ايه. هتلاقي فوضى، هتلاقي إثارة العنف، هتلاقي تشكيك، هتلاقي بعض القرى المعينة اللي هما بيحاولوا ان هما يشككوا فيها، هتلاقي السوشيال ميديا اللي احنا عمالين نتكلم فيها اللي هما بيحاولوا العصابات الإلكترونية بتاعتهم، هنلاقي ان تشكيك في التجمعات اللي احنا شفناها النهاردة، وشفنا الاحتفالات اللي خاصة بنصر أكتوبر، خاصة ان نصر أكتوبر تحديدا بيوجعهم قوي. ليه بيوجعهم قوي؟ لان بيفكرهم بقدراتنا، وكأن احنا بنتكلم مع ناس مش مصرية، يعني للأسف معاهم جنسية مصرية. بس دلالة التوقيت لو تفتكروا برضو في 2019 كنا في نفس التوقيت ده بنعيش نفس المؤامرات، وبنعيش نفس يعني محاربة الأدوات الرخيصة اللي هما بيستخدموها، سواء بقى من عرايس كده بيطلعوها ماريونيت ملهاش أي لازمة غير إنها عاملة نفسها حاجة وهي ولا حاجة، يقول لك ثورة من الفنكوش، شوية عصابات إلكترونية، شوية تعليقات وتحريض من هنا. يعني كل الأساليب الرخيصة دي مش جديدة علينا الحقيقة. لكن بيبقى السؤال، هو انتوا ايه مشكلتكم في التوقيت ده؟ ايه مشكلتكم في سبتمبر واكتوبر تحديدا؟ يعني ببساطه شديده، يعني الوقت ده بيفكرهم احنا مين، بيفكرهم احنا بس عملنا ايه بس. يعني برضو احنا محتاجين نفكر برضو في دلاله التوقيت يا جماعه، محتاجين نفكر في ده، ومحتاجين برضو نشوف الرسائل دي والتعليمات دي. تعليمات انت هتعمل كذا وكذا وكذا، اصل انت لو ما عملتش التعليمات دي خلاص يا باشا مفيش قبض، مفيش اكل عيش. فهم الناس عايزين ياكلوا عيش، ابجني تجدني على طول، اتفعل يا باشا، هنفذ لك التعليمات دي بس انت قبضني. ببساطه شديده، تعليمه تعليمه زي ما يعني بيتعرض لحضراتكم دلوقتي 14 تعليم، ويبقى فيها بقى ترويج الفيديوهات بعناوين، نقل المواطنين بأتوبيسات، وفيديوهات لمسيرات ضد السيسي في زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. يعني الحقيقة أنا مش محتاجة برضو إن أنا أتكلم كتير، يعني التعليمات اللي قدامكم دي بتبين قد إيه حجم المؤامرة على مصر.